أنا بحب الملاهي المائية، ده هيكون أفضل يوم في حياتي. لا، في الواقع ده ممكن يكون مسلي. لا لا لا، الزحلية دي كبيرة قوي. أوبس، إينيد أنت فين؟ أوه لا، يختفي. ها؟ أرجوك ساعدني ألاقي صديقتي، هي راحت الزحلية وما رجعتش تاني، ما شفتهاش؟ لا. ممنوع الآيس كريم، ممنوع خناق، ممنوع الغنى، ممنوع الأكورديون، ممنوع الدوشة، ممنوع البص، ممنوع المراقبة. ها؟ مفيش حاجة مسموحة، أنتي مش هتعدي. مش بحب اللي بيخالفوا قوانين. أوه، جميلة جدا. أوه واو، ده يوم حظي فعلا. بتحاولي تستخبي يا وينزداي؟ سيبي الإيد. واو، أنتي هنا تاني؟ يلا نروح الناحية التانية. طولك مش مناسب، امشي. أنا عندي فكرة تانية. قوم يلا. هاي، أنت مش هناك عشان تلعب. واو. استني، امشي. طيب، أنا هقف هنا وألعب لعبتي المفضلة. تروم تروم بليتس. أيوة، كنت قربت. أهو. هي بتلعب إيه؟ أوه، دي هتروح شمال، امشي من هنا. إديني ده، هو عجب اللعبة بتاعتي. تروم تروم بليتس مسلية جدا. أنا كسبت اللعبة، دلوقتي امشي. طيب، أنا هكمل لعبة تروم تروم بليتس. ممكن تنزلوا اللعبة بكيو آر كود ده. في زب في قلبي. ايه الدوشة دي؟ ده مخالف للقوانين. هيرمي رور. لا، ممنوع الغنى. طيب، في ايه دلوقتي؟ بدا طرف لا لا بدا. ممنوع الغنى او لعب الجيتار. اوكي. هاي. هاي، ده جيتار بيتنفخ. هو ده كمان مخالف للقوانين؟ الهارب، البوق، الساكسفون، البيانو، الدرامز. الجيتار اللي بيتنفخ مش في الليست. اعتقد انه ممكن تمشي. أنا بكره إني أستنى في طابور. ثينج، اهتم بالموضوع ده. إيه اللي على دماغي؟ عنكبوت، خدي. مثالي. هي فاضية؟ شكرا. أنا بحب الآيس كريم. أوبس. ها؟ مفيش آيس كريم مسموح بيه. آه، أرجوك 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 أرجوك. طيب، أنت لطيفة قوي. هاي، أنا إينا. الآيس كريم بتاعي ما تعيطيش، دول كفاية؟ أوه أيوة. طيب، دي أنا إيني، ممكن أعدي؟ لكن أنتي لسه. أوكي، طيب
هو ده آيس كريم؟ استني. أوكي. لا. مسكته. وين إز دي؟ لازم أمشي. وقت إن أنا أطلع الأسلحة الكبيرة. أوه أيوة، ده هينفع جدا. دولبين دهولي. واو، ده هي فعلا. عايز ايه؟ ده انتي سوبر جوزي، اقوى واشجع واذكى بطلة شافتها المدينة دي. ايوه دي انا. طيب ايه الموضوع؟ احنا عندنا مشكلة واسمها وينزداي. فهمت. هي فين؟ اه هناك. ها؟ اينت كفاية. او ايوه انا بشتغل. هي راحت فين المرة دي؟ انت اهو. فين اينت؟ هناك. باي. ها لقيتك. ايه دي كانت وينزداي، ما مسكتهاش تاني. اينت اطلعي. انتي مستخبية فين؟ بتدوري تحت قوي يا وينزداي. فين اينت؟ هاها هي ما لقيتنيش. انت في مشكلة كبيرة. اوه وراكي، خدي بالك. ها قرش. ساعدني. انا كمان خايف. شباب أرجوكوا ساعدونا، اعملوا لايك للفيديو عشان القرش ما ياكلناش. اوه شكرا، انتوا الافضل. سوبر جوزي ده انتي؟ كل حاجة تحت السيطرة. وينزداي هناك. الزحلية كبيرة ولا الصغيرة؟ ارى ان اينت على الصغيرة. أكبر زحلية أنا جاية. إينت مين بيزعق؟ أنا جاي، لكن أنا هاخد السلم. أنتي أنت بص عروسة بحر. فين؟ وينزداي؟ ممنوع كبار في حمام السباحة ده. للأطفال فقط. عندك حق يا سوبر جوزي، أنا همشي. أيوة هي هناك. يلا بينا. شكرا
شكراً على مساعدتي. دلوقتي يلا نروح من هنا. أنا جاي معاكي يا سوبر جوزي. من هنا. حاضر يا فندم. ماشي كل الناس دي. تمام. فين وينزلي؟ ما عنديش فكرة. أنا كنت بس عايزة شوية آيس كريم. أنا محتاجة أعلق العلامة دي. ده المكان المثالي ليها. ها؟ مين دي؟ إحنا هنلاقيها. أهي هناك. أوه لا، دول جايين علشاني. إينيت، أنا بحبك. عايزة تلعبي؟ أنا وحشتني صدقتي. أنا ممكن أساعدك. ها، بتخالف القوانين. ممنوع المنظار. ممنوع مراقبة الناس. انت كسرت القواعد. طيب يلا نحل الموضوع ده لآخر مرة. اوكي. وينزداي، انا كنت بدور عليكي في المكان كله. تعالي معايا. وينزداي، انا متضايقه منك. انتوا اصدقاء مقربين. مستحيل. الخناقه ضد القوانين. مسموح بالتصالح. اصحاب للابد. واهو. هاي كولين، تعال العب معانا. يوم جميل قوي. بصي، اوضه للنوم. انا بحب الموسيقى. اللعبه دي بتاعتي انا بس. ايوه، الخدعه خرجت عن السيطره. دي غلطتك. لا، غلطتك انت. هنعرف ايه اللي حصل في السجن. انا مش ممكن اروح السجن. انا عندي حساسيه من السجون، زي اللي حصل في فيجاس من سنتين. اتعودوا على ده يا بنات. انتي، كل ده غلطتك انتي. ما تلومينيش على كل حاجة. حضرة الضابط، أرجوك خليني أخرج. البنات لطيفة قوي، لكن الباص قاسي جدا. آسف يا بنات، أنا مجرد مبتدئ. لازم ألتزم بالخطة. انتي السبب. مفيش كلام في السجن. قانون هايل. أنا ساكتة بقالي كتير. وينزداي، كل دي غلطتك. القانون التاني من السجن، مفيش خناق. حاجة مؤسفة. طيب يا حضرة الضابط، بنات لازم تغيروا. عارفة يا وينزداي، انت فعلا لابسة لبس مناسب. ايند، انت غيري. ده لون ممل قوي. ونضفه هنا. مفيش مهملات في الزنزانة. أنا هكون زيك بالظبط. الدرجة دي بتسبب لي غثيان وحزن. بينك، مين اللي فكر في اللون ده من الأول؟ ممكن؟ أنا عجبني اللون ده. كده أفضل بكتير. في إيه عندنا هنا؟ دهان أكتر. الشيء المناسب للبس الملون. واو. اه
واو، يونيفورم السجن زي حاجاتي جدا. ما تبصش يا بليتو. وينزداي، انتي اتجمدتي ولا ايه؟ مفيش مشكلة. يعني ده ينفع؟ انا كمان ممكن اعمل كده. بصي عليا، دي راسة كلها بترقعة الصوابع. مين ندهلي؟ اينت، وينزداي، انا محتاج ايدين تانية. هاي يا شباب، ابتدوا تنظيف. تعرفيهم؟ شكلهم مستعد يساعد. برافو يا شباب، تلات ايدين للتنظيف. خلاص. هي حضرة الضابط، احنا خلصنا تنظيف، يلا نخرج. واو يا بنات، الزنزانة دي عمرها ما كانت بالنظافة دي. وينزداي، تعالي معايا. هما هيسيبونا نروح البيت. اقعدي هنا يا وينزداي، ممكن تقعدي لو عايزة. يلا نبتدي استجواب. ليه النور ده؟ فكرني لما نمت على السكة الحديد وأنا في تالتة ابتدائي. أنا جاهز يا بوس. طيب مين اللي كسر التلفزيون؟ إينت اللي كسرته. أنا كنت بسن الفاس بتاعي كالعادة، وهي كانت بترقص وحاطة السماعات بتاعتها. بانج، خبطت التلفزيون ولمتني أنا. ده كان أنت يا إينت. لا لا لا، أنا اللي هقول اللي حصل فعلا. أنا كنت بسمع أغنيتي المفضلة وأنا لابسة السماعات، وفجأة وينزداي اتجننت وهجمت التلفزيون البريء، وكسرته، وبعدين قالت إن أنا، عشان كده كل ده غلطة وينزداي. لا، دي غلطتك أنتي. أيوة، إحنا ما بعدناش قوي. جوه الزنزانة، أنتوا الاتنين، دلوقتي. بصي أخدت إيه؟ طيب، في واحد ليكي أنتي كمان. شكراً أوي. إزاي بتستخدميه؟ بتاعي كمان ولع. وطي، هو ده انفجار ولا ايه؟ يا ربي، ده جميل. كنت عارفة انه هيعجبها. ايه اللي حصل هنا؟ حيطة لطيفة. اوبس، اسفة. بلاش اصوات، ده سجن زي ما انتوا شايفين. انا عندي فكرة كويسة. المظهر المظلم ده شكله ستايلش. واو وينزداي، ممكن تفكري في كوسكوزح بنفس الطريقة؟ لا، طب والمطر البينك؟ ما تفكريش في مطر بينك. لا، ايوه، شكرا قوي يا صديقتي، هو ده اللي كان ناقصني. ده شكله احتفالي وجميل. وينزداي، انتي بتنامي؟ قرار كويس، انا كمان هقعد جنبك. واو، احساس القعدة على الارض مش مريح خالص. البنات مش بيعرفوا يعملوا أي حاجة من غيري. إزاي بتنامي يا وينزداي؟ ده مش مريح خالص. أنا جاي للإنقاذ. لازم بس أشيل المسامير. ليه في مسامير؟ وألواح. خدوا بالكم، ابتدوا شغل يا بنات. طيب يلا نبني سرير. ده صباعي، اسفة، ما كانش قصدي المرة دي. السرير بتاعتنا جاهزة، انا عندي ملاية. ايه؟ ازاي دخلتيها؟ ما كانش غير قانوني. طيب، سريري مش عليه حاجة. هي حضرة الضابط، ده برد قوي هنا، عندك أي حاجة دافية؟ أرجوك. طيب، أهو الغطا بتاعي، خليكي بس هادية عشان البص ما يشوفش ده. شكراً، أنت الأفضل. والسرير بتاعي بقى أنعم دلوقتي. بقالي كتير قوي بدور في صندوق الأدلة. فين؟ طيب، كانت متأخرة على أي حال. واو،
إيه الهدية اللي من الجنة دي؟ أوه، أنا بحب الدرجات دي. خيط ومقص، ده مثالي. دوات الحرف، إحنا هنخيط كل حاجة كويس. فوالا، مخدة النجمة جاهزة. يلا نضيف نوع مزايا لسريري. أحلام لطيفة يا وينزداي. ده ناعم جدا هنا. تينك، هات حبر البصمة هنا. أوه، شكرا، لون كويس. طيب، يلا نبتدي. هاي، صلابة سريري مثالية دلوقتي. ليلة حزينة يا جماعة. أوه، أنت مقبوض عليك. أنا هاخد بصماتك في ثانية. إيه؟ حبر البصمات راح فين؟ والمجموعة الكاملة من البصمات كانت هنا من لحظات. طيب، قوم. مفيش حاجة ممكن نعملها في الموضوع ده. أنت حر. برا. طيب، شكراً. إيه مشكلته؟ أنا بكره الشغل بتاعي. أوبس، هاي، في بركة كمان. ممكن تمسح الأرض؟ ما كانش لي علاقة بالموضوع ده. طيب، أهي الممسحة، تبادل عادل. بتخططي لإيه؟ بام، ها، بصي معايا إيه؟ مهارة السيرك. الطول مثالي، محتاجة تهنه بس. والف عليه خيط. طيب، الصورة بتاعتك كمان هتتحط على المود بورد بتاعتي. وينزداي، انتي لطيفة قوي. اوه، ازاز كتير جدا، حاجة هايلة. مش محتاجين السائل ده. باي. وانا هاخد الازايز. ليه محتاجين المهملات دي كلها؟ الاول هدهنهم. لطيف، وهحط الورد جواهم. البازات بتاعتي طلعت جميله قوي. الغدا، اكل. اخيرا وقت السناك. اكل سريع كتير، لكن مش بيعدي. اه، هي دي الطريقه. الباقي ليكي. ايه؟ لكن كل اللي باخد الصينيه. بون ابيتي. طيب، اعمل ايه في الموضوع ده؟ انا هعمل ترابيزه للورد بتاعي منها. ده اللي انا محتاجاه، سله مهملات الظابط. هستخدم مخالبي. هايل. انا هستلف الباسكتين دول. هي، لا، ممكن تحتفظ بالمهملات. ايه؟ هو ده، رائع. محتاجه الباسكت ليه؟ استني وهتشوفي. ترى، ده ستاند فازات الورد بتاعتي. طيب، فهم. بص، عايز تقولي ايه؟ فهمت، انتباه لكل الوحدات، مطلوب سلة مهملات. ليديز، ما شفتوش الباسكت بتاعي؟ لا. اوكي. اوه، الخيط ده لطيف وطويل. اه، واحد تاني. استعد، مستنيك شكل جديد. واو، في بوم بومز كتيرة قوي. بقى برد بسرعة. فين الشراب بتاعي؟ هي، كده كتير قوي.
أنا عملت سجادة كبيرة مريحة. نعمة وبس. الدليل ده تقيل قوي. عايز مساعدة يا حضرة الضابط؟ أكيد عايز. حطيه على الترابيزة. طبعا ساذج جدا. العلب عمل الترابيزة رائعة. يو خلاص كده. ايه ده؟ كل حاجة متلخبطة. أنا اتخدعت تاني. هاي انتوا تعالوا، أخيرا هنخرج. ده في أحلامكم. انتي وانتي هتفضلوا هنا للأبد. كل ده بسببك. لا انتي، لا انتي، انتي. طيب ده وقت ان احنا نسلط الضوء على القضية دي. انا هقول لك القصة كلها من البداية. هاي ايه اللي هناك ده؟ يلا نشوف. طيب يبقى ده المذنب. شكل القضية اتحلت. كنت بسوق عربيتي المفضلة كالعادة، لكن فقدت السيطرة في منحدر حاد. العربية اتزحلقت، خبطت في التلفزيون وكسرته. ده انتي، لا ده انتي. لكن كل ده كان غلطتي. كنت خايف قوي من البوليس فمشيت من المكان. اوه لا، انا عملت ايه؟ انا حبست اصدقاء الابرياء. انا ما استاهلش تسامحوني. كنت افضل ان صوابعي تتقطع وما كنتش خايف. انا زهقت من ده. وقت ان انا اعترف. انا جاهز اقضي مدتي يا حضرة الضابط. يعني ثينج اللي عمل كده، مين كان يتخيل ده؟ الباص هيكون سعيد ان انا مسكت المجرم. اما بالنسبة لكم يا بنات ممكن تمشوا. كفاية، مش بتحبي تتحدني. يلا بينا. المكان كأنه كان فيه إعصار. آثار الإعصار كان هيكون شكلها أحسن. أنا هصلح ده في وقت قليل قوي. مش عايزة تساعدي؟ ليه؟ تينج هيتعامل مع ده. انت عارف تعمل ايه. ثينج كسول قوي. ايه اللي بالصفحة؟ المسكين، هو بيعمل اللي يقدر عليه. انت عرقان جدا. انا هساعد. هاي فاي. عجبتك المخدة؟ اتفضل. اوبس، دي غلطتي يا ثينج. شجرة تقيلة جدا، تساعدني؟ واو، أنا مديونة لك يا صديقي. ثينج، اقلب الصفحة. ممكن استلف ثينج شوية؟ لا، انت عارفة هو بيحب يساعدني. لا، ثينج هيفضل معايا. هو مش ملكك. انت مش عارفة أي حاجة. أوبس، أسفة يا ثينج. إيه ده؟ الجيران اللي فوق. أنا هروح أتفاهم معاهم. يلا يا مارك، افتحوا دلوقتي. هاي، أنا عايش تحتكم وبتخلوا دهان السقف يقشر. أهو هنا فتى أحلامي. فعلا المراهقين دول تقليديين جدا. طيب يا ثينج. ايه ده؟ المفروض اساعد؟ طيب، لكن السجادة تقيلة جدا. هو بيحاول قوي. انا هساعد. اتفضل. واو، شكرا. اقل حاجة ممكن اعملها. انا كسبت. هو لسه فوق؟ دي غريبة. افتحوا. اوه ده وسيم. انا بدور على هي. ده كان ايه؟ بعد اذنك. لا، انا بدور على صديقي. اوكي، انا هرجع تاني. انا عمري ما شفت بنت زيها قبل كده. مارك، انت اهو. يلا بينا، اشوفك قريب.
باي. يلا وسيم قوي. اصحي. انا عرفت هعمل ايه. اوضتي هتكون كلها مشرقه واقواس قزح. اوكي. انا عملت سكتش. انا هتعمي. كفايه الاوضه هتكون ابيض واسود. ده مجرد ثقب اسود. بالظبط. ازاي هنحل ده؟ هنبدل. هي بتخططي لايه؟ ما تهزريش معايا. دي هتكون الحدود بين كل جانب. واه ايه ده؟ عايزه تشوفي ازاز عليه رسمه. هي انا هلونه. المانيكير بتاعي هيكون كفايه للشباك كله. أنا عندي خطة أفضل. ده مسلي. مجموعة التخييم الكيميائية هي أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق. شكراً يا أنكل فيستر. في حاجة غلط حصلت. يلا نستخدم الديناميت زي زمان. إيه ده؟ وينزداي؟ واو. شكراً يا زميلتي في السكن. أنتي اتوسختي شوية. إيه؟ أوه لا، أنا لازم أغير. كله كويس؟ لطيف. لكن لسه الأسود هو المفضل عندي. هي أنا محتاجة ستارة. يلا، ده مش نافع. أنا هركبها بنفسي. ترى مش وحش. عندي فكرة، يلا نشوف لو في أي حاجة في شنطتي. ده الشيء المناسب. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي طلعت مخالبها؟ أوتي هايلة، صح؟ يلا نشوف إيه اللي فاضل في شنطة السفر. طل أسود، ده هينفع. أنا هروح أجيب أدواتي. أنا هساعدك. الطل ده كرمش لكن لسه مرن. مثالي. وين ازاي جاية؟ إيه؟ مفرود قوي. خلاص أنوار، ده مكرمش شوية. إينت، اوعي تتجرأي. أنا همشي. أنا نسيت حاجة. أيوة، سحاب، ده اللي نسيته. شكل الأوضة كويس قوي. عينيا، الغطيان والمخدات هيضيفوا للراحة، لكن أنا محتاجة أكتر منهم. ليه؟ أنا هتأكد إن المخدات ناعمة كفاية. كله كويس. تمام. دي ناعمة قوي. بتبطل لعب. حاضر كويس عشان أعمل ملاك. أنت عارف تعمل إيه؟ آه، عنكبوت، اطلع برا. أعتقد إن المرتبة مش هتضر. وشوية مخدات. المرتبة ناعمة جداً. آه، أنا عارفة. أنا هضيف شوية طوب. مثالي. سرير زي ده هيخليني أنام زي الأموات. ما تخافش. يلا. أنا عمري ما شفت أوضة رائعة زي دي. مارك، أنت هنا. مع ورد المفضل عندي. لطيف جدا منك. هو ما لاحظنيش. هاي وينزداي. أوكي، تعالى. طبعا. هم؟
في إيه؟ أنا جبت لك ورد. اتفضلي. ورد؟ أتمنى يعجبوكي. لو كان بس لونهم أسود. هايل. فازة. أكيد. اتفضلي. شكرا. أنا كمان معايا هدية. جمجمة؟ لطيف جدا منك. مارك، إحنا هنمشي. كل دي غلطتك. أنت عارفة إن صعب إنك تلاقي شاب كويس؟ هو ده تحدي راس؟ أنا اللي اخترعت الحركات دي. طيب، صوت الآلة الكاتبة ممكن يكون مزعج بشكل رهيب. طيب، المعالجة بتاعتي بتوصي بالعلاج بالفن. مش هيساعدك. أنا مش سامعاكي. لا 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 لا. مش مهم، إحنا حاولنا. عندنا حاجة أهم نعملها. بالظبط، الأرفف مش هتترتب لوحدها. الرف بتاعي هيكون مليان ألوان، مش حاجة تكوني فخورة بيها. المونوكروم دايماً على الموضة. ده مش حقيقي. مارك، أنا ممكن أبصله للأبد. أنا عايزاك تكون دايماً جنبي. مش ده رومانسي؟ رومانسي؟ أنا هوريكي معنى الرومانسية. السر إنك تثبتي الهدف في النص بالظبط. إيه؟ كولين في خطر. إينيد. هاي. هو هيشوف الصور. ما تبصش. إيه؟ ده أنا صح؟ إينيد. ده مشوق. اتفضل هدية. هو ده عقرب؟ أنا تعبت. قلب؟ ده كان اعتراف بالحب. أوه وينزداي، أنا كمان معجب بيكي. ممكن نتمرن على التنشين مع بعض. أهو السهم. أوه لا، أنا بفضل السكاكين. هو عجبني على طول.